الناس اللي دايما بتشوف اسلوب اللعب بتاع الاهلي وبتبتدي تنتقده، اللي هو يا جماعه قلنا الاهلي ما ينفعش يلعب 4 3 3، الثلاثه شبه بعض، لعيبه وسط ده كليشيه محفوظ، برغم ان نفس الثلاثه دول كسبوا في كسبوا الهلال السعودي بعرض ساحر مظبوط، ده يصنف اعتقد واحد من افضل مباريات الاهلي في السنين الاخيره قدام الهلال السعودي، لعب الاهلي بال 4 3 3 دي. الناس بتتكلم على ان 4 2 3 1 هي الحل، وان 4 2 3 1 اللعيبه بتاعتنا حافظاها وبتدي حريه لمجدي قفشه، مظبوط، بس انت ب 4 2 3 1 ظهرت في الشوط الاول قدام بيراميدز بمستوى متوسط بالظبط، واتحسن الوضع ب 4 3 3 وتحسن اكتر ب 3 4 3، وبالتالي الكليشيهات بتاعت ان خطه اللعب هي السبب ده كليشيه، هي مش خطه اللعب السبب، هي احنا عايزين نوصل لايه وهنوصل له ازاي. وبالتالي لما تبص بقى على الصوره العامه، وانا امتى العب ب 4 3 3 وامتى العب ب 4 2 3 1 وامتى العب ب 3 4 3، ده السؤال اللي لازم كل مره نساله مع كل استخدام للخطه. بمعنى النهارده انت بتلعب 4 3 3، 4 3 3 بوجود ثلاثي ارتكاز، هي المفترض الهدف الرئيسي منها الضغط على المنافس ومنعه من بناء اللعب، صح كده؟ تمام. طيب هل انت منعت صن داونز من انه يبني اللعب؟ لا، لان انت بتواجه فريق متمرس جدا في الخروج بالكرة ومتمرس جدا في التصرف بدون كرة بذكاء في التحرك من لعيبة وسط الملعب عشان الفرقة تمسك كرة عليك. فانت رحت تعمل الضغط العكسي العالي القوي ده على منافس، هي دي نقطة قوته، فانت هنا يا اما بتحرم المنافس من نقطة قوته يا اما بتتعذب لو انت ما عرفتش تعملها صح. هل الاهلي بدنيا قادر على انه يلعب 4 3 3 في مباراه زي كده بعد الماتش بتاع بيراميدز؟ الاجابه بعد مشاهده مباراه صن داونز كان لا. هل الاهلي عنده عدد العناصر الكافيه اللي تخليه يعمل تدوير في وسط الملعب فيقدر يلعب 4 3 3 لمده 90 دقيقه قادر فيها على ضغط المنافس؟ لا، لان انت عندك حمدي، عمرو السوليه، واليو ديانج، الثلاثه دول في كام واحد ارتكاز قاعد لهم على الدكه؟ مفيش تقريبا، زيرو. وبالتالي فكره ان انت تستخدم سيستم 4 3 3 قدام صن داونز، ادى صن داونز الاريحيه انه يضربك، لان انت هي دي الخطه بتاعتك انك تضغط وتاخد الكوره ولم توفق فيها، فطالما لم توفق فيها خطتك فسدت. النقطه الثانيه كان احيانا استخدام حمدي فتحي، او فكره امتى ما العبش 3 4 3، يعني امتى ما العبش 4 3 3 شرحناها، امتى ما العبش 3 4 3. 3 4 3 هي ميزتها الرئيسية، أولا هي بتدي حرية كبيرة لظهيرين الجنب، فأنا ما ألعبهاش لو الفرق اللي قدامي بتلعب 10 ورا الكورة وحاطة الظهير جناح وظهير قدامهم وموقفينهم. الحاجة التانية إن حمدي فتحي في الدور ده هو بياخد رقابة راس الحربة وبيطلع بيه في أي حتة في الملعب، لأن في اتنين قلبين دفاع تانيين ينوبا عن حمدي فتحي. لكن في نفس الوقت بقى، هل دي انسب طريقه تقابل بيها صن داونز؟ والله كان ربما فعلا دي كانت انسب طريقه، لان هي نجحت في السنه اللي فاتت قدام صن داونز. يمكن هنا حصل اوفر كوتشنج من بيتسو موسيماني، يمكن بيتسو موسيماني حس ان الماتش ده هو لازم يستعرض فيه عضلاته، لان صن داونز استعرض عضلاته قبل المباراه وبالتصريحات. لكن في الحقيقه هو استعراض العضلات ودى موسيماني لحته اوفر كوتشنج، تغيير كتير جدا. ايوه، كقاعدة عامة التغيير الكتير في التاكتكس مش غلط طالما لعبتك حافظة ده، بدليل ان ماتش بيراميدز الاهلي كسبه بسكور ولعب 4 2 3 1 و 4 3 3 و 3 4 3. لكن في نفس الوقت لازم احط المنافس بتاعي في في في, في المعادلة. هي مش فكرة بس انت بتغير طرق اللعب كتير، هي فكرة هو المنافس بيعمل ايه انا عايز افسده. فافساد الحركة بتاعت وسط ملعب المنافس ما كانش احسن حاجة.